خلينا نقرب اكتر من الصوره ونروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح اللي حضر تدريب النادي الاهلي ويقول لنا ايه اخر الاخبار. فاروق، مساء الفل عليك. مساء الفل كابتننا الكبير الكابتن احمد شوبير، برحب بيك يا كابتن احمد وبرحب بكل مشاهدي برنامج حارس الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار. اخر الاخبار التفاؤل، التفاؤل والثقه والتركيز، تقدر تقول ثلاث كلمات بتلخص عنوان النادي الاهلي اليوم او الاستعداد. خلاص يعني كلنا، كل فرد داخل منظومه كل بعثه النادي الاهلي، يعني يا كابتن شوبير منتظر ان المباراه تنطلق خلال دلوقتي، يعني كلنا الاجواء الجديه الحماس. حضرتك قلت نقطه في مستهل كلامك في غايه الاهميه، الابتسامه اللي على وجه مستر كولر. انا شايف النهارده ابتسامه من مستر كولر في ثقه برضه يا كابتن شوبير، يعني انت عارف من خلال قناه النادي الاهلي بنحاول دايما ننقل الصوره بكل مصداقيه. العلاقه كمان مع الكابتن محمد رمضان، المسافه بقت اقرب للامور، اعتقد الجميع بيتكاتف بدءا من الكابتن محمود الخطيب مرورا بكل فرد في مجلس اداره النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ محمد الضماطي، الاستاذ طارق قنديل. النهارده الكابتن الخطيب قال للاعبين في يعني قبل انطلاق المران رساله مهمه جدا، قال لهم حافظوا على قيمه النادي الاهلي، اتمنى نتحلى بالروح الرياضيه على مدار ال 90 دقيقه داخل وخارج الملعب وننقل الواجهه او الصوره اللي تليق بالكره المصريه وتليق بالنادي الاهلي. كلمات قصيره، يعني حضرتك عارف ان الكابتن الخطيب كلامه قليل ولكن الرساله وصلت للاعبين. انطلق المران جدية، حماس، تركيز، زي ما طمنت حضرتك بالأمس على حالة اللاعبين وقلنا ان الفريق ان شاء الله بكل القوام بكل العناصر الاساسية فريق النادي الاهلي جاهز لمواجهة الزمالك غدا باذن الله، وزي ما حسمنا الامر بالامس بنحسمه ايضا تاني النهارده للتاكيد. اشرف داري وخالد عبد الفتاح خلاص خارج المباراة تماما، كافة اللاعبين، وسام ابو علي بيتألق، رامي ربيعة بنطمن عليه، عمر كمال، يحيى عطية الله، طاهر محمد ده طاهر، ياسر ابراهيم بكافة اللاعبين، حسين الشحاب بيتألق وبيظهر بشكل مميز، بيرستاو امام عاشور، وزي ما حضرتك قلت من يعني من المؤكد ان هيبقى في تعديلات في التشكيل عن المباراه الاخيره، من المؤكد ايضا عوده محمد الشناوي، مصطفى شوبير ادى مباراه لا اجمل ولا اروع من الاداء في المباراه الاولى امام سيراميكا محمد الشناوي. النادي الاهلي يا كابتن شوبير بيعيش فتره مميزه جدا، النادي الاهلي سعيد ان هو عنده حارس بقيمه محمد الشناوي بقيمه مصطفى شوبير، حمزه علاء او مصطفى مخلوف، اي حارس منهم هتحطه في ارض الملعب اعتقد هيظهر بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي ومركز حراسة المرمى. وما ينفعش اتكلم على مركز حراسة المرمى وحضرتك موجود معانا، ولكن الاجواء سعيدة، الاجواء مبشرة يا كابتن شوبير. النهارده كلام مستر مارسيل كولر ورسائله المهمة جدا، انا جاي بكرة او رايح الملعب عشان اكسب السوبر. كابتن محمد الشناوي وهو بيتكلم قال مش عايز اي كلام اي احاديث الا عن مباراة السوبر والمواجهة امام الزمالك. الاجواء اللي زي ما قلنا، التركيز، الثقة، التفاؤل، ان شاء الله امور نشوف مردودها غدا على لاعبي النادي الاهلي باذن الله. كابتن شوبير خليني بس اصلح حاجه انا قلتها في المقدمه لما قلت انه مستر مارسيل كولر كان لاعب جامد في النمسا وكان لاعب جامد في سويسرا وكان مدرب جامد في المنتخب النمساوي. طيب دون ذكر اسماء، هل واضح انه هناك تعديل على تشكيله الفريق بكره؟ بص يا كابتن شوبير عشان اكون يعني صادق مع حضرتك، يعني هو اكيد في تعديلات هتتم على تشكيل الفريق، لكن من النقاط المهمه جدا مع مستر مارسيل كولر، يعني انت ممكن في التدريب الاخير او التدريب قبل الاخير لا يتضح بالنسبه لك التشكيل الاساسي او ال 11 لاعب، لان مستر مارسيل كولر واحد من المدربين اللي التشكيل بيتم الاعلان او اللعيبه بتعرف انها هتبدا المباراه خلال المحاضره الاخيره قبل التوجه لملعب المباراه. يعني دي من الامور اللي يعني الثابته بالنسبه لمستر مارسيل كولر، وانت رايح على المحاضرة انت كل اللعيبة وهي داخلة المحاضرة اي لاعب هو جاهز انه يبدأ المباراة. وبالتالي بتخرج من المحاضرة خلاص ال 11 لاعب اللي هيبدأوا المباراة خلاص بيبقوا عارفين، لكن من المؤكد ان هيكون هناك تعديلات على تشكيل الفريق، يعني الجدية اللي فيها اللاعبين، الحماس، اعتقد هتبقى واحدة من اصعب المباريات بالنسبة لمستر مارسيل كولر في اختيار ال 11 لاعب، لان كل اللعيبة عندها رغبة كبيرة جدا يا كابتن شوبير، انها تصالح الجماهير عندها رغبة انها
انها تفرح الجماهير، عندها رغبه ان هي يعني تقدر تقول تسعد الكابتن الخطيب اللي قال لهم رساله مهمه جدا، كباتن النادي الاهلي كابتن الشناوي يرام ربيعه السوليه، كلامهم واحاديثهم مع اللاعبين. ان شاء الله يا رب يا كابتن شوبير هتكمل على خير باذن الله. هبارك على لحضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي بعد انتهاء المباراه بفوز النادي الاهلي باذن الله. الجمهور، انا سمعتك مع زميلنا العزيز كابتن اسامه حسني، انت بتقول كان فاضل 2400 تذكره وخلصوا، قال كده نفذ التذاكر المباراه بالكامل من طرف النادي الاهلي يا فاروق. بالظبط يا كابتن شوبير، يعني التوضيح لهذا الامر ان اول امس انا قلت مع حضرتك هذا الامر، انا كنت بوضحه للكابتن اسامه. نعم. لكن تذاكر الاهلي نفذت من اول امس لما كان متبقي 2400 تذكره. نعم. تم طرحهم في تمام الساعه 4:17 دقيقه، بعد 13 دقيقه بالظبط كل. نعم. التذاكر النادي الاهلي نفذت بالكامل، اللي كان متبقي هي بعض التذاكر والاماكن الخاصه بنادي الزمالك. عايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي يعني النهارده كان موجود على هامش المران، وجه رسائل مهمة جدا للسوبر.